صحة الظهيرة مع ياسمين خريجي. العراق، لكن من بكرة راح يتم تغيير التوقيت الأردني بحسب التوقيت الصيفي، وراح بتصير برنامج استراحة الظهيرة بالساعة 2 بتوقيت العراق والأردن. أكيد اليوم راح تكون ضيفتي من البحرين الشقيقة أكيد، و راح نحكي عن المرأة ما بي أو خلينا نقول المرأة الريادية اللي استطاعت أن هي تتحدى الصعوبات، واستطاعت أن تكون في مواجهة بعض الإنجازات الصعبة، واستطاعت أنه هي تحجز لها كرسي بكتير خلينا نقول أماكن وأدوار وأعمال، إن كان في الوطن العربي أو في العالم. ضيفتي لليوم هي صاحبة مبادرة ياسمين بالعراقي أو ياسمين العالمية للتمكين المالي والاقتصادي للمرأة العربية تحديدا، ودعم الكفاءات والقيادات النسائية العربية في عالم المال والأعمال، وفتح آفاق تثقيفية وتعليمية وتدريبية داعمة في كافة المجالات لسيدات ورائدات الأعمال والباحثات عن الفرص. نحن بنعرف أن السيدة العربية لفترة معينة هي عندها عطاء، لكن دائما بحاجة لدعم، دائما بحاجة لسند، أو دائما زي ما إحنا بنقول بحاجة لحد يتفشها، يعني لأنه دائما إحنا تعودنا بالوطن العربي وببعض المجتمعات العربية إنه أنا كتير قوية كمرأة، وأنا كتير في عندي إشي بدي أقدمها، لكن أنا دائما بحاجة لحد يمسك إيدي أو حد يحطني على أول الطريق، لأنه إحنا طبيعة مجتمعاتنا وتربيتنا اعتماد المرأة يكون على الوالد، على الأخ، على الزوج وإلى آخره. هلأ قديش نحن قادرين أنه نحن من خلال هاي المبادرات والمشاركات النسائية أنه نحن نعمل مرأة هي قادرة أنه يكون في عندها عطاء، ومرأة يكون في أو تكون ريادية، وأنه نحن ندعم كفاءاتها من خلال بعض المبادرات التي يتم مشاركتها من بعض الجنسيات العربية وفي عواصم عربية. واليوم بالأردن وبالعاصمة عمان كان في مؤتمر بيحكي عن هذا الموضوع، وكان في مشاركات من الدول العربية وقد يكون من الدول من خارج القطار، خلينا نقول أو الإطار العربي عفوا. فبدنا نعرف أكثر عن هذا الموضوع لما تنضم لي الضيفة بالاستوديو، لكن نحن في عنا فقرات ثابتة باستراحة الظهيرة وبدايتها دائما مع الأخبار المحلية. بنروح سريعا للأخبار المحلية ومن بعدها بستقبل ضيفتي لهذا اليوم. We'll be right back.
بكم على جديد مشاهدينا. بدأت برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال في عمان يوم الاثنين ومبارح ولغاية اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول المرأة ريادة وقيادة بين التحديات والإنجازات بمشاركة نخبة من القيادات النسائية في الوطن العربي تحت شعار المرأة العربية تستطيع. ويهدف المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة إطعام للتنمية والتدريب إلى تسليط الضوء على الدور الريادي للمرأة العربية والحد من تهميش المرأة في بعض المجتمعات العربية. رح بنروح سريعا مع كاميرا استراحة الظهيرة لنشوف شوي لقطات من المؤتمر من فندق الرويال في العاصمة الأردنية عمان، ومن بعدها رح بتكون ضيفتي زهرة باقر من الدولة الشقيقة البحرين ورح نحكي أكثر عن مشاركتها في هذا المؤتمر ومشاركات كتيرة 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 غير المؤتمر في الأردن. خليكم معنا. أنا هني في هذا المؤتمر، مؤتمر المرأة ريادة وقيادة وبين التحديات والطموح، قدمت ورقة عمل وهذه الورقة باسم التنمية الكويتية للمرأة، وطبعا المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في جميع المحافل ومن ناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وحصلت على الكثير من المناصب القيادية في القطاع العام والقطاع الخاص، وتكلمت عن تجربتي النجاح اللي أنا وصلت لها. طبعا هاي تجربة مليئة بالصعاب وليس مليئة بالورود، وتحديت الصعاب حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن من نجاح. حصلت على تكريمات كثيرة، تكريم من أمريكا كوني أول تربوية 2017، حصلت على أوسكار في أمريكا، كذلك حصلت على من مجلس المرأة العربية الكويتية تتكرم من خلال مجلس المرأة العربية على 2017، حصلت على تكريمات من الكويت من مبرة البغلي لابن البار كضمن 30 شخصية كويتية، حصلت على كثير من التكريمات كوني تربوية. طبعا هذا النجاح ينسب إلى حكومة الرشيدة ولا صاحب السمو، لأني امرأة كويتية وأن صاحب السمو يدعم المرأة الكويتية بكل جوانب، وأن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في المحافل، وأن أول شيء مفخرة للمرأة الكويتية قرار محكمة الأسرة. هذا القرار لمحكمة الأسرة صراحة مفخرة لنا إحنا جميعا حتى لا تهضم حق المرأة في المحاكم العادية. وجدت محاكم الأسرة في جميع محافظات الكويت، هذه المحكمة الأسرة تقف مع المرأة في كل الجوانب. احنا مشاركين في هذا المؤتمر كممثلة للبوابة، هذا المؤتمر الأول للمرأة بالأردن الذي يستضيف مجموعة من الدول العربية، والذي عرف يعني نجاح كبير بهذه المشاركات وبيوم التتويج ويوم التكريمات، وشفنا يعني دروع السلام ومجموعة من الشهادات في حق النساء العاملات في مجموعة من مجال القيادة والريادة. فهذا المؤتمر كفرصة لكل النساء عشان يدافعوا ويقدموا إيه مجال اشتغالهم في بلدهم، مثلا المرأة الإماراتية في مجال اشتغالها ومجال تطور ونشاطها في المجتمع الإماراتي، المرأة السعودية، المرأة الكويتية، المرأة الأردنية، المرأة التونسية، وهنا أتكلم عن المرأة المغربية وحضور المرأة المغربية في هذا المؤتمر. وإن شاء الله إحنا بنضرب الموعد لهذه النساء في اللقاء بالمؤتمر سيدة أعمال العرب إن شاء الله الذي سوف يعقد بالمغرب قريبا، وحيكون إن شاء الله تمثيل لمجموعة من السيدات. وإحنا بنتمنى بأن هذا المؤتمر بتكون بس مش الدورة الأولى، بتكون دورات كثيرة للمؤتمر الأول للمرأة تحت رعاية الأميرة بسمة التي نشكرها على دعمها، وإن شاء الله بنعلن على تعامل النساء المغربيات وبوابات المغرب بالأخص مع السفارة الأردنية بالمغرب لجلب المستثمرين من الأردن وكذلك بعث مستثمرين من المغرب بين الدولتين. طبعا أتشرف اليوم بوجودي في هذا المؤتمر النسائي الكبير والذي كان برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال. تشرفنا بأن كرمتنا أمس في اليوم الافتتاحي، وكان لي كلمة وكان لي ورقة عمل في هذا الملتقى في هذا المؤتمر عن قصة نجاح، حيث أنني تحدثت كيف أنني كأمرأة عربية
حصلت على عديد من الدراسات وال يعني السفر في عدة دول عربية منها الكويت والسعودية ومملكة البحرين، وبالذات أن أصلي لبنانية، فدرست في هذه الدول، حصلت على كل ما هو جميل في هذه الدول من حضارات ومن مقابلة أشخاص أعتبرهم أهلي في كل دولة. أتشرف الآن بأن أكون اليوم أردنية، لأن هذا المؤتمر كبير فعلا جمعنا كسيدات، أحسسنا بأننا في بلدنا، أحسسنا أن الأردن كبلد مضياف، بلد فعلا داعم للمرأة وداعم لكل السيدات العربيات في كل الدول العربية. ثقافتها على مستوى دولي. أنا فخورة بوجودي اليوم في مؤتمر عرب ويكان، أو المرأة العربية قادرة. بكل فخر نتكلم العربية، لأن احنا فخورين بوجودنا اليوم. وأنا كامرأة عربية، أنا لا أقول اليوم أن أنا بحرينية، أنا اليوم امرأة عربية وأفتخر أن أنا أمثل المرأة العربية. تم تكريمي بجائزة سفيرة السلام، وهذا فخر لي. أنا اليوم موجودة لأمثل مبادرة عالمية اسمها مبادرة ياسمين العالمية لتمكين المرأة من الجانب الاقتصادي والجانب المالي. وجودنا اليوم طبعا احنا معظم الشخصيات والناس اللي موجودين اليوم، كل الناس واجهتهم تحديات وأسسوا وقدموا إنجازات. فإحنا موجودين اليوم لنفتح أبواب النقاش ونفتح أبواب التعارف ونفتح أبواب التعاون لدعم بعضنا البعض، لأن معا نكون أقوى، معا نبني، ومعا نريد أن نبني المجتمع العربي الجميل، لأن المرأة العربية هي تربي نص المجتمع، ونحن فخورين بأن نكون شركاء لكم أنتم يا رجال. فهذا المؤتمر قدم لنا هذا العطاء الجميل، شراكات الموجودة من الرجال والسيدات ومستويات الثقافية المتنوعة والإنجازات المتواجدة بالنسبة للسيدات اللي قدموا أوراق عمل جدا رائعة. أشكر منظمين المؤتمر على تنظيمهم ودعوتهم وأخذهم المبادرة لإطلاق هذه المؤتمر الدولي الأول. لكن صار في عنا هيك صورة عن المؤتمر وموضوع المؤتمر، لكن لنحكي أكثر. ضيفتي اليوم سفيرة السلام والإيجابية زهراء باقر من البحرين. أهلا وسهلا فيك زهراء. أهلا وسهلا، مرحبتين. يعني قديش صعب أنك أنت تكوني سفيرة للإيجابية، فبدك تضلك إيجابية 24 ساعة؟ يعني ما بصير يكون في عنا تفكير سلبي، وأنا أكيد ما نعطيتي هذا اللقب إلا لأنك إيجابية 100% يمكن مليون بالمية. زهراء حياتي حبيبتي، من وين بتحبي نبلش؟ أولا بجاوب على سؤالك. هو الإيجابية صح أن الإنسان يكون عنده قوة تحمل وقوة قدرة على التحكم في الظروف اللي حوالينا، بأنه يكون عنده القدرة على حل الأزمات وطريقة التعاطي معها. حلو. كل الناس يمرون بمشاكل وتحديات، صحيح، بس الواحد مع مرور الوقت يكون عنده يقوي شخصيته. لأن الناس عندهم من الواحد، الإنسان الإيجابي هو الشخص اللي يكون عايش حياة حالمة، داي دريمر نفس ما يقول ما يسمونهم. في نفس الوقت هو صح إن لازم يكون عندنا أمل وطموح ونسعى إلى أفضل المستويات اللي ممكن إحنا نحققها لأنفسنا. في نفس الوقت لازم نعيش بواقعية. فهذا هو الإنسان الإيجابي. لأن أحيانا الإيجابية والفكرة الإيجابية وعن الشخص الإيجابي الناس حاطينها في بالهم إنه هو إنسان إيجابي أو إنسان سعيد لا يتعامل مع الظروف المحيطة فيه. لا، فالإنسان الإيجابي يكون إنسان قوي، صح، بتعامل مع الظروف المحيطة فيه، ممكن تكون ظروف صعبة كتير لكن بتعامل معها بإيجابية أكتر أكيد. صحيح. هلأ أنت سفيرة للإيجابية، شريكة لمبادرة سفراء الإيجابية في مملكة البحرين، اللي بمبادرة سفراء حكينا بدعم من الشيخ محمد بن راشد وتحت رعاية وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رح نحكي عنها أيضا.
أنت صاحبة أو شريكة في مبادرة ياسمين العالمية؟ أنا المدير الإقليمي لمبادرة ياسمين العالمية. راح نبلش في مبادرة ياسمين العالمية. أكيد نبلش عند ياسمين. نعم. يس. مبادرة ياسمين العالمية للتمكين المالي والاقتصادي للمرأة العربية. أنا أمثل هذه المبادرة كمدير إقليمي. المبادرة هذه مبادرة عالمية انطلقت من لندن وبدأ العمل فيها في دولة الكويت. حلو. صاحب المبادرة هو رجل وأفتخر فيه أنه هو أخونا المهندس صلال العجمي. نعم. وأيضا تحية طبعا. طبعا تحية ويعني أن كل الاحترام والتقدير له. هو رجل أعمال بدأ من الصفر كمهندس وكشخص صار عنده شغف في موضوع الإدارة المالية. حلو. كان رائد أعمال وفكر وشاف أن المجتمع الخليجي السيدات اللي موجودين في المجتمع الخليجي أو في الكويت لأن المبادرة انطلقت خليجيا من دولة الكويت. نعم. أن قليل من السيدات اللي يتعاملون في أسواق المال العالمية. قليل من السيدات اللي يفكرون في كيفية إدارة واستثمار المال بطرق صحيحة. ومعظم المستثمرون هم رجال. نعم. طبعا الأستاذ طال العجمي أو هو صاحب شركة اسمها VI Markets. VI Market شركة استثمارية عندها عدة فروع في عدة دول عربية، وفي نفس الوقت هو يمثل شركة عالمية في بريطانيا. حلو. وعضو مجلس إدارة فيها. فقرر أنه يعني هو شاف انه سوري قطعتك شاف انه المرأة العربية وتحديدا الخليجية عندها القدرة المالية لكن هي ما عندها التمكين كيف تستغل او كيف خلينا نقول تتصرف مع هاي القدرة المالية بالطريقة الصحيحة. بس صحيح. الشيء الملفت للانتباه انه صاحب مبادرة لتمكين المرأة ماديا اقتصاديا والى اخره رجل. نعم. وهاي الجميل فيه ان احد الشركاء ان هو حس ان هذه مشكلة وهو حاب انه هو يحل هذا الموضوع. فكان عنده شغف والتقيت في الاستاذ طلال العجمي واختنا انوار الشاعي هي المدير العام للمشروع في دولة الكويت. انهم كانوا يبون فقط يبدأون بالمبادرة هذه في مملكة البحرين. احنا كان عندنا مكاتب، عندهم مكتب في مكتب شركة استثمارات وتداول اموال عالمية في عدة دول عربية، ولكن المبادرة كانت منطلقة في فقط الكويت. نعم. فلما التقيت فيه شفت الشغف الموجود فيهم وانهم حابين انهم يبدأون المبادرة في البحرين. المبادرة ما هي؟ هي اطلاق ورش عمل مساندة وداعمة للمرأة مجانا. حلو. تمكنها وتثقفها من كيفية ابتداء بالمشاريع الصغيرة المتوسطة وأيضا المشاريع السيدات الأعمال القادرات على أنهم يديرون أعمالهم أن كيف ممكن إحنا نرفع من مستوى حلو الإدارة المالية عندهم. بس حلو أنه تم اختيار مملكة البحرين لتكون الانطلاقة الثانية خلينا نقول خليجيا أو عربيا من البحرين. صح. قديش كان إشي حلو إليك عشان أنت تتعرفي صح. عليهم وتفوتي معهم بهذا صح. المجال. وقديش البحرين إحنا عم نعرف حديثا أنه البحرين كسوق عمل، البحرين كمجتمع، البحرين كانفتاح، انه كثير هلا هي صارت مؤهله وهيك بتجذب اي حدا لحتى يعمل بزنس، يعمل مشاريع، زياره، سياحه الى اخره بالبحرين. صحيح. لان صاحب الجلاله الملك حمد هو يعني هذه رؤيته. والحمد لله البحرينيين والمجتمع البحريني عند القبول لأي فكرة لأي فكرة ممكن أن هي تدعم وتطور البلد. عزيزي. ومجتمعنا الصغير بحجمه الكبير صحيح. بشعبه صحيح. لأن إمكانيات الشعب البحريني جدا عظيمة وكبيرة خاصة في التنمية البشرية. نعم. فهذا الشيء اللي أهلنا الحمد لله نحن نكون في مستوى لله. اقتصادي وشكل جاذب للاستثمارات اللي تصير حوالينا وللأفكار صحيح. الداعمة صحيح. للتطوير صحيح. اللي قاعدة تدعم مسيرة الاقتصاد. نعم نعم صحيح. فبدأنا في البحرين. فأنا أنا كان المفروض أن أكون معاهم فقط كممثل أو كمدربة أو كاستشارية أقدم لهم استشارات. نعم. نعم. وما كان في أي فكرة لأن إحنا نطلق هذه المبادرة
بشكل أكبر، ولكن هي كانت إن فقط نقدم استشارات من بلد لبلد. وأصلا المبادرة إحنا عندنا مجموعة من الخبراء حوالي 200 خبير وخبيرة واستشارية ما بين استشاريين مدربين حول العالم، مختلف الثقافات، مختلف المستويات، مختلف المجالات. عظيم. فبدأنا فقلت لهم أنا مؤمنة بفكرتكم، ويعني أن أتمنى أن أنا يكون لي دور في هذه المبادرة. نعم. وأنا مستعدة بحلقة العلاقات اللي عندي، لأنك كصاحبة شركة أو صاحبة مركز زاري العالم للاستشارات عندي شبكة علاقات جميلة في مجال العمل حول في الوطن العربي وعلى مستوى الشرق الأوسط. فبدأنا في سلطنة عمان، بدأنا في الأردن، بدأنا طبعا في دبي، انطلقنا في مصر في مكتبة الإسكندرية وجهات كبيرة وضخمة جدا. نعم. حكومية من مختلف طبعا السعودية، من مختلف الدول. عظيم. قاعدة تدعمنا حاليا، آمنت بفكرتنا، وقاعدة الحمد لله أن انطلقنا بشكل أسرع مما كنا نتخيل الحمد ونتوقع. الحمد لله. يعني هي بتعتقدي أنت كمجتمعات عربية ساعدت أو هي مجهود أفراد؟ المجتمعات العربية الحمد لله الآن مستعدة. الحمد لله. ويعني لما نطلق أو لما نتكلم عن المشروع في أي مكان، في أي منتدى، أي ملتقى، أي مؤتمر، أرى ردود الأفعال تكون جدا محفزة. نعم. والقبول من الآخرين تكون محفزة. يعني أنا ممتنة وأشكر المجتمعات العربية على قبولها ودعمها، وحتى الجهات أكيد. الحكومية. نعم. فلله الحمد أن إحنا الحين، فعشان كذي دورنا يجي أن إحنا الحين مستعدين كمجتمعات عربية أن إحنا ننطلق للمستوى الثاني. إحنا ليش بدينا مبادرة ياسمين؟ لأن إحنا قمنا نشوف أن في مشاكل في قضية الفرص الوظيفية بالنسبة للسيدات. نعم. وأيضا المجتمع بشكل كبير، وأيضا في موضوع ريادة وإدارة الأعمال. نعم. إحنا صار قمنا نشوف أنه ونلاحظ السوق أنه في انتكاسة في قضية الاقتصاد، وأن الناس كلهم قاعدين يتكلمون بسلبية. أيوة. أنتوا شفتوا أنه مشاركة المرأة في خلينا نقول أو انخراطها بالعمل ممكن أنه هو يرتقي بالمستوى الاقتصادي للمجتمع، لأنه هو اعتماده أنتوا هيك بتقولوا مثلا لنسبة كتير كبيرة أنه على الرجال. ف امتى ما صارت المشاركة بين المرأة والرجل الاقتصاد لهذا المجتمع تلقائيا رح بيرتقي للأعلى. صحيح. بكل المجالات بتقدر تشارك المرأة؟ طبعا. يعني احنا حاليا احد المشاركات اللي معانا في هذه المبادرة من سلطنة عمان، اوجه لها التحية للأستاذة كاملة العوفي، هي سيدة اعمال عمانية واول امرأة صناعية صاحبة مقلع رخام. واو. يعني والحين هي ما شاء الله في قاعدة تشتغل على منتجع وبناء فندق على مستوى ضخم. حلو. وإحنا فخورين إن هي تكون معنا طبعاً. في المبادرة وتمثلنا، وكانت تمثل المبادرة كقصة نجاح في مكتبة الإسكندرية الأسبوع الماضي. حلو. فأيضا أوجه لها التحية، ويعني أنا أتكلم بحب عن أكيد. عن الأشخاص الداعمين، لأن هم سر وسبب نجاحنا ووجودي أنا اليوم معاكم. نعم حبيبي. يعني طبعا أكبر دليل على نجاحك أكيد. صح. ويعني الإنسان بروحه ما يقدر يسوي شيء. لا. بروحهم الحلوة وطاقاتهم الرائعة وخبراتهم القوية هي اللي قاعدة تخلينا احنا ننطلق بهاي الطريقة. الحمد لله. الحمد لله. جيتي على الأردن أكثر من 3-4 مرات، كانت زياراتك بعتقد هي كانت كون مبادرة ياسمين العالمية، هي أوريدي في لها انطلاقة من الأردن، لكن زيارتك الأخيرة هاي كانت لحضور المؤتمر الدولي الأول المرأة ريادة وقيادة بين التحديات والإنجازات. نعم. حلو. وتم تكريمك أيضا بالمؤتمر، وفي خبر حلو سمعتيه امبارح جدا رح نحكي عنه اليوم إن شاء الله. أقول عنه طبعا. أنا جدا سعيدة، ويعني جدا فخورة، يعني ما أقدر أوصف مشاعري. أن أمس تم تكريمي بسفيرة السلام للنوايا الحسنة صاحبة السمو الملكية الأميرة خلود آل سعود، كرمتني أمس بهذه الشهادة، وأنا أعتبرها فخر وتاج، يعني أكيد أخليها على منصة الإنجازات اللي
اللي كتير بتفخري فيها وكتير بتنبسطي فيها. يعني هو هي كل الإنجازات وهي هذا شيء مميز يعني تكريم حلو، لكن ما كنت متوقعة أبدا لأنه جاء من غير ما أنا أكون متوقعة له. فالمشاعر تكون شوي لما يجيك شيء بهاي الضخامة مش مرتب له أو مش متوقعه مثلا يعني. الحمد لله سعيد جدا لأن أنا حتى سفرتي للأردن كانت جدا صعبة. من أي ناحية؟ من ناحية أنا جدا مضغوطة في هاي الفترة. أيوة. ويعني إنه صار لي تقريبا يمكن فوق السنة ما قاعدة أستقر. أيوة. كل ثلاثة أيام أربعة أيام بتسافر. حلو. فكان المفروض إنه عندي مشروع قاعد أشتغل عليه. فكان تواجدي اليوم وايد صعب. والحمد لله يعني إنه كنت شوية وبقول إنه لا إنه بأجل حضوري. نعم. لكن الحمد لله إنه أنا حضرت وتشرفت بشوفتكم. حبيبة قلبي أنا بالأكثر. هلا كانت موجودة سمو الأميرة بسمة بنت طلال، هي دائما موجودة بهذا النوع من الإيفنتس اللي بيدعم المرأة تحديدا، وهي يمكن أنت ما شفتيها بأول يوم لكن بعتقد رح بتشوفيها اليوم. هي بتعتبريها الأخت الكبيرة الهيك الحضن الحنون اللي بتحب بتنبسط. يعني صحيح. تيجي انت تقوليها مثلا انا تم تكريمي بتنبسط لك مع انه هي ما بتعرف صحيح. لك قد ما هي بتحب تشوف نجاح خصوصا من المراه العربيه وتحديدا صحيح. الاردنيه وداخل الاردن. صحيح. قد ايه كان هذا المؤتمر ايجابي يا سفيره الايجابيه؟ الحمد لله المؤتمر كان ايجابي جدا بحكم تواجد الشخصيات. يعني انا بالنسبه لي ان معرفه الناس هي المكسب الاول طبعاً. لنا واحنا في فتره لازم ان احنا كشعوب عربيه كسيدات اعمال ان احنا نتحد، وهذه المؤتمرات طبعاً. هذه الملتقيات توحد لنا التقاء الافكار والتقاء المشاعر حتى ان احنا نقدر نتحد. حزين هكلامك شغله زهراء، هاي اللقاءات اللي كثيره اذا كانت مثلا اليوم او هذا الشهر رح يكون اللقاء بالبحرين، الشهر الجاي في مؤتمر بالاردن والى اخره، بيكسر الحدود بيناتنا كمجتمعات عربيه وصار عم بخلينا نطلع على المجتمعات الثانيه. يعني كانت دائما مثلا في مؤتمر كنا بنعرف بعض، هلا بتلاقي من السعوديه من البحرين من لبنان الكويت الى 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 اخره. هذا الشيء قديش بيسهل عليكم العمل لانه بيقصر المسافات. طبعا يعني وخلقناكم شعوبا لتتعارفوا، فاحنا قاعدين نأدي رساله رساله هي واجب علينا ان احنا نتحد ونتعارف، لان هاي الحدود نفس ما قلتي قاعده احنا نبي نمسحها نمسح ونخليها تتلاشى هاي الحدود اللي احنا خلقناها في عقولنا. صحيح. هي كانت وهميه قبل ما تكون، او يمكن هم خلوها اجباريه موجوده بعقولنا بعدين لقيناها فعلا على ارض الواقع. صحيح. بدنا نرجع نعم انه احنا نتقارب احنا ما علينا من الاشياء اللي هي قاعده تخلق لنا حدود. احنا نمسحها من داخلنا ونبدا لنبني جسور تعاون ومحبة. عشان كذي المبادرة ما خلقت للمرأة أو ما بنيناها للمرأة العربية فقط، بنيناها للمرأة الخليجية فقط، للمرأة الكويتية الإماراتية لا. نعم. إحنا وضعناها للمرأة العربية لأن إحنا مؤمنين بأن المرأة العربية فيها كمية عطاء كبيرة ممكن أن هي اللي قاعدة تبني المجتمع. صحيح. صحيح. في بعض المجتمعات العربية زهراء في مشاركة للمرأة النسب مختلفة من مجتمع إلى آخر من ناحية مشاركة المرأة بسوق العمل. خلينا نقول واجهت صعوبة بمجتمع معين إنه أنت يعني أنا لا أنا امرأة أنا خلقت لأكون بالبيت يعني مثلا، في بعض مجتمعات تانية لا تلاقيتي إنه في سيدات بدها تشتغل وبدها تعمل وبدها تسوي. صحيح. لكن بدها مين يدفشها نحن. صحيح. بنقول صح. أولا المرأة في كل المجتمعات حول العالم راح نلاقي منهم فئة تقدر تشتغل، فئة عندهم حدود مجتمعية، لأن في أيضا دول كثيرة حوالينا عندهم هذه العقلية هذه المعتقدات الاجتماعية موجودة. فإحنا في الخليج أيضا في الوطن العربي بشكل بديهي اللي نعرفه كل مجتمع أو كل فئة المدينة عندهم صحيح. صفات أو
طريقة حياة، أسلوب حياة أكثر، أسلوب حياة نعم أن هم يعيشون أسلوب الفئة اللي في القرية والفئة اللي في الريف أيضا عندهم أسلوب حياة أخرى تختلف عن الأسلوب اللي قاعدين نعيشه. فطبعا واجهتنا إحنا ما نبي نضغط على أحد، يعني حتى عشان إحنا نقدم لهم هذه الخدمات اللي إحنا ممكن إحنا نوفرها لهم، المرأة إذا كان عندها مشاكل إن هي ما تقدر تطلع، إحنا عندنا برامج ورش عمل أونلاين، استشارات ممكن نقدمها أونلاين، أي أحد ممكن إنه هو يتواصل معنا عن طريق الأونلاين، الفيسبوك، أحياناً حتى أنا أكون متواجدة حتى على الواتساب، عندنا مجموعة من الاستشاريات اللي يروحون يقدمون برامج ودورات تدريبية في أكثر من دولة، وهم متعاونات، يعني إنه بالعكس نرحب إن إحنا نخدم أي أحد، صحيح. لأن أحياناً ممكن إنه المرأة تكون واعية وقادرة ومثقفة ودارسة، ولكن بسبب حكم الظروف الاجتماعية في بعض الدول كانت عندها. دائما لما احنا بنحكي عن حقوق المرأة انا بقول انه انا بعتقد انه المرأة ماخذة حقها بكتير مجالات وقد يكون بزيادة، لكن وين دائما انا شو بقول؟ بالعاصمة، دائما بالعاصمة تحديدا اللي هي بالمدينة الوضع مختلف، المرأة أقوى، بتقدر تأخذ حقها، بتقدر تشكي، بتقدر تتصرف، بتقدر تطلع من بيتها، غير عن الريف أو الضيعة، يعني عن الضيعة وإلى آخره. لكن الحمد لله نحن تطورنا كتير كمرأة، صحيح، عربية، صحيح. صار في عنا شجاعة أكثر، صحيح. شجاعة بالظهور، صحيح. شجاعة بالإلقاء، شجاعة بالنقاش، شجاعة بطرح الرأي، بحيث بطرح الفكر بطرح الفكر، بحيث كان في لمرحلة متقدمة، يعني كانت المرأة حتى ما بيطلع لها تحكي رأيها، صح. بس مع الانفتاح والجلوباليزيشن اللي احنا عم بنعيشها الحمد لله صار في تغيير بطريقة طبعاً. التفكير تحديدا طبعا شيء طبيعي، لأن أنا قبل يمكن 15 سنة أو 10 سنوات ما كنت بحكي، ما كنت أتكلم، يعني أنا كنت يعني أنا سايلنت، كنت باخذ استقبل معلومات، احضر او اقدم واشارك، احب ان انا اشارك، ولكن في خجل كان بال مو من خجل، بس ان الطريقه اللي تربينا عليها معنا الوالد والوالده يعني يعتبرون قياديين، ويعني ايضا وجه لهم التحيه والتقدير طبعاً. لان اللي انا وصلت عليه اليوم هو بدعمهم، بس طريقه التربيه، طريقه المجتمع، يعني ان مع ان البحرين منفتحة، صحيح، وتدعم المرأة، يعني بس عندنا دعم في نوع من الخوف الاجتماعي بداعي، صحيح، الحب، يعني الخوف الاجتماعي اللي علينا وحتى على السيدات، يعني احنا حتى الرجال الحمد لله الرجال العرب اللي عندنا خوفهم على المرأة يكون بداعي الغيرة، صحيح، ان ما يرضون امرأة عربية، امرأة اردنية، امرأة خليجية، امرأة بحرينية، ان يتعرضون لأي موقف في الخارج، صحيح. فهذه هي النظرة بحكم الحب وبحكم الخوف علينا تحول لعرف اجتماعي احنا قاعدين نعيشه، ان انت مرة لا ما يصير تسوين كذي، ان انت مرة يعني ما يصير تسوين كذا، حتى لو هن يعني حتى صرت لو انا يعني لمرحله معينه انه بدي اعمل شغله ابطل اطرحها على الاهل، انا اوريدي عارف انهم ما حيوافقوا، لانهم مثلا ايام زمان بدي اسافر لحالي لا ما في داعي افتح الموضوع مع اهلي انهم ما حيوافقوا، بس هلا كله هذا تغير لانه المراه العربيه قدرت انها تعمل لحالها شخصيه قياديه، صحيح. ونحن الحمد لله المراه العربيه قياديه، يعني مش بحكي عن بلد معين، المرأة يعني وأكبر إثبات التواجد المختلف من الجنسيات في هذا المؤتمر اللي صار بالأردن، المرأة العربية قدرت إنها تظهر الشخصية القوية، صحيح، القيادية. شو عندكم لقدام مبادرات؟ مبادرات عندنا الحمد لله كثير من المبادرات، عندنا مبادرة اسمها الورد ومن والبيينج، الحياة الرفاهية أو الصحة المثالية للمرأة، أيضا هي للمرأة وللمجتمع بشكل أكبر، لأن عندنا تحت أكثر من مظلة راح تكون تنطلق في المملكة، في مملكة البحرين، نعم، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة.
الخليفة، فإن شاء الله راح يكون عندنا هذه أيضا مبادرة ياسمين مشاركة في هاي البرنامج. أهم شيء مبادرة ياسمين. أهم شيء مبادرة ياسمين. حبيبتي زهرة، يعني أنا كتير مبسوطة بوجودك، كتير مبسوطة بنشاطكم. يمكن أنتوا بتنبسطوا علينا نحن بمجال الإعلام، نحن بنبسط عليكم بمجال كناشطين مدنيين، ناشطين بحقوق في مجال حقوق المرأة، كمؤسسين لمبادرات وإلى آخره، بنبسط فيكم كتير. صحيح. وبوجودكم أنا كتير استمتعت معك زهرة. أنا اللي مستمتعة أكثر، وخاصة أن اسمك ياسمين. اسمك جميل جدا، وأنت ياسمينة ووردة يانعة حبيبتي. وإن شاء الله يعني نصح، لأن أنتوا أنتوا اللي توصلوا رسالتنا للمجتمع. صحيح صحيح. فنحن نفتخر فيكم كإعلاميين. حبيبتي، وإحنا كمان بيهمنا نكون موجودين معكم بكتير نشاطات، وإن شاء الله راح بنكون موجودين معكم. وهاي الشاشة الصغيرة اللي هي بتخلينا نتعرف على أشخاص إيجابيين مثلك زهراء، أقول لك شكرا كتير ويعطيك ألف عافية، شرفتينا بالأردن. الله يخليك، الشرف لي. شكرا حبيبتي. لكم وشكرا على الاستضافة اليوم. شكرا شكرا. مشاهدين، أنا بدي أعتذر منكم، ما راح أقدر أقرأ التعليقات أكيد، لكن كل التحيات اللي بعتوها لزهراء راح بوصل لها إياها اللي على صفحتنا على الفيسبوك. كل الحب والتقدير. شكرا لكم، وإن شاء الله إذا قدرت راح أنا أيضا أرد عليكم. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا كثير مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. شكرا.